في شيء اسمه النرجسية في الحب أو حب التملك. يمكن تعريف العلاقات السامة بأنها علاقات بتتسم بوجود نمط متكرر ومؤذي من السلوك بين الطرفين، وبيشمل هذا النمط الغيرة المرضية، الاستغلال، الرغبة في الهيمنة، الأنانية، الرفض، كمان قلة الثقة بالنفس. واحدة من الركائز الأساسية اللي بتولد أشكال كثير من العلاقات السامة، وهذا ما بيكون بس على طرف واحد من غير التاني، لأنه مرات أول ما بيجي على ذهننا فرضية أن الطرف اللي بيسعى للسيطرة هو طرف نرجسي أو متمتع بثقة زايدة. لكن هدول الأشخاص النرجسيين في حقيقتهم بيخفوا مستوى أعمق من الثقة المهزوزة وانعدام شعورهم بالأمان، وهذا اللي بيخليه يعوض هذا النقص بالسيطرة على الشريك. والملفت إنه في عدد من الناس بينجذبوا بأنفسهم للدخول في هذا النوع من العلاقات السامة، خصوصا إذا اترعرعوا في محيط بيئة سامة مليانة بالأذى والعنف والمشاعر السلبية، واللي بيفقدهم القدرة على تمييز العنف والإيذاء، ويتحولوا بشكل غير واعي لمصاص دم عاطفي، بيمارسوا أنماط سلوكية سامة اللي تعودوا عليها وما عرفوا غيرها.